حياكم الله أينما كنتم مشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال خبراء اقتصاديون إن العقد المبرم مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية لتطوير 4 حقول في محافظة التأميم يمثل تبديدا للثروة الوطنية، لأنها حقول منتجة وليست مستكشفة وغير متطورة. وكشف الخبراء أن الحصة الصافية من الإيرادات للشركات لن تقل عن النصف بأي حال من الأحوال، مضيفين أن كردستان العراق يعتمد طريقة تقاسم الأرباح في 55 عقدا وقع سابقا مع الشركات الأجنبية، وأصبحت تستحوذ على 56% من الإيرادات النفطية. وصف باحثون في الشأن الاقتصادي ارتفاع معدلات نسب البطالة في العراق بالقنبلة الموقوتة، فيما بيّنوا أن الاقتصاد الوطني خسر خبرات الشباب مرة وأضاع مشاريع مهمة مرة أخرى. وقال الباحثون إن أغلب الشباب يفضلون العمل في المؤسسات الحكومية حتى مع ضعف راتب الوظيفة الحكومية قياسا براتب القطاع الخاص، والسبب في ذلك هو ضعف التسويق لوظائف القطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بالضمانات التي يحصل عليها العاملون في هذا القطاع قياسا بنظرائهم في القطاع الحكومي. طالب النائب جواد اليساري رئاسة البرلمان استضافة الجهات المعنية لمعرفة إجراءات الحكومة بشأن أزمة استمرار تدهور قيمة الدينار أمام الدولار. اليساري قال إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار ما زال مستمرا إلى الآن وبشكل غير مسبوق، مشددا على ضرورة الوقوف على أسباب هذه الأزمة وأثرها السلبي الواضح على الحالتين الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. كما أشار إلى أن بطء الإجراءات المالية المتخذة من قبل الحكومة من شأنها إلحاق الأضرار الإضافية. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي خلال شهر تموز الماضي أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. هذا وباع البنك المركزي خلال شهر تموز في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار 5,746,898,454 دولارا بمعدل يومي بلغ 273,623,716 دولارا. وفي خبرنا الأخير، حذر مصرف الرافدين من محاولات الاحتيال وبرامج التجسس وسرقة الهوية والوصول إلى معلومات الزبائن عبر الخدمة الإلكترونية. المصرف قال إنه يحرص على توعية زبائنه والجمهور حول الممارسات السليمة في استخدام الخدمات الإلكترونية بشكل عام، وتوجيه الزبون إلى أخذ الحيطة والحذر درءا للمخاطر التي قد تنتج عن أي محاولات للوصول إلى المعلومات الشخصية والمالية للزبون من خلال الاحتيال الإلكتروني والهاتفي والفيروسات وبرامج التجسس وسرقة الهوية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
هو الموجز الاقتصادي بأمان الله.